السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الخاص والجديد. تحية لكل المتابعين الذين يتابعوا شاشة طيبة. لقاء خاص في طعم المؤسسات الرائدة في بلدنا الحبيب. نحن في حوجة لهذه المؤسسات في كل الأوقات، وفي هذه الأوقات على وجه الخصوص. البنوك دائما هي ممكن تكون صمام العملية المصرفية، واليوم نحن معنا بنك رائد صاحب شن ورنة زي ما بقوله، هو سيد شباب المصارف، بنك درمان الوطني، حاضر إن شاء الله في هذا اللقاء الخاص. ونحن بنرحب بناس بنك درمان ونرحب بالمشاهدين وبمداخلاتهم من خلال هذه الحلقة إن شاء الله. ناس بنك درمان مقدمين هدية لكل المشاهدين، عبارة عن 5 أسئلة، كل سؤال إن شاء الله ب2000 جنيه. ما على الناس إلا تتابعنا بتركيز، لأن الأسئلة إن شاء الله تطرح من خلال إجابات الضيوف على الأسئلة اللي حنطرحها إن شاء الله في هذه الحلقة. ناس تركز وفي خيارات كمان إن شاء الله، أي زول حيخش علينا بإذن الله نحاول بقدر المستطاع نساعده حتى يحصل على هذه الجائزة، يعني حلقة بقروشة. تحية لكم وتحية لكل الأحباب باسمكم جميعا. نرحب بضيوفي أستاذ فيصل محمود عبد الله، مدير إدارة الخدمات ببنك درمان الوطني حبابك 10. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الصادق الأمين. تحية لأخوة المشاهدين، تحية لغناء الطيبة، والتحية للأخ يوسف مكي. الله يحييك يا رب. ونحن سعداء اليوم أن نكون في ضيافة الأخ يوسف وفي ضيافة غناء الطيبة. ونحن سعيدين جدا طبعا فيها قروش أساس فيصل سعيد. الحمد لله لحييكم، سعيدين بكم صراحة، يعني قروش في الوقت الزيد الناس دارينا. ليك العافية. خليني برضه أرحب بأستاذنا عثمان احمد محمد، الامين العام لجمعيه القران الكريم بالبنك. حبابك استاذ. مرحبتين عليكم، السلام ورحمه الله، ومرحب بكل المشاهدين، ومرحب بالاخ يوسف، وحي غنى الطيبه. الله يحييك يا رب. استاذ فيصل حبابك 10، وسعيدين بكم، سعيدين ببنك درمان الوطني، هو سيد شباب المصارف بالتاكيد. احنا في قناه طيبه بنرحب بكم ترحيب خاص، ومشاركتكم معنا شراكه ما سهله، ومن حقكم علينا انه نفرد لكم مثل هذه المساحات. وشكرا على الرعايات الكريمه اللي قدمتوها لنا طوال هذه الفتره. بدايه، هو بنك درمان ما بحتاج لتعريف، لكن دارين تعريف عميق شويه كده، عرفنا بالبنك ونشاته. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. يعني حقيقه بنك درمان الوطني، يعني زي ما تكرم الاخ وتفضل الاخ يوسف مكي بانه هو غني عن التعريف. بنك درمان الوطني تاسس في 14 أغسطس 1993، وارتبط التاريخ ده بتاريخ الجيش. نعم. لأنه البنك بنك القوات المسلحة. نعم. وحتى لما الاسم الأول اللي كان مطروح قال لي بنك النور الوطني، كان أصلا الاسم المطروح بنك القوات المسلحة. عجيب. وبعد ذاك جاء لاحقا استدركوا إنه يعني بنك القوات المسلحة يمكن غد الناس شوية كده تتحفظ في التعامل معه، ويتغير الاسم لبنك درمان الوطني تيمنا بمدينة أم درمان. يا سلام. البقعة الطيبة المباركة، المدينة التاريخية، وكان ذلك الاسم يعني. يا سلام. دي إذن نشأة في سنة 1993، 14 أغسطس. تمام. عيد الجيش، تاريخ مميز. وتحية للمؤسسة العسكرية بكل قطاعاتها ووحداتها، وتحية للقوات المسلحة اللي هي دائما صمام أمام البلد. تحية لكل أفراد الجيش. أستاذ عثمان، علو البنك حقق انتشار كبير جدا في، يعني ما بتمشي محلية أو بتمشي مدينة ولا تلقى بنك درمان الوطني بمبانيه الظريفة وصرافاته الآلية الراقية. كده بدينا الانتشار الجغرافي للبنك. ممكن يكون زي ما تحدث أخونا الأستاذ فيصل عن تأسيس البنك وانتشاره. البنك يمكن يكون الآن لديه أكثر من 27 فرع منتشر على مستوى ولايات أو على أنحاء ولايات السودان، يفوق عدد الصرافات الآلية أكثر من 167 صراف آلي. هنالك انتشار واسع للبنك، وفي المدن الكبيرة ذات الحيوية ذات المناطق التجارية إن شاء الله. بالتأكيد. أستاذ فيصل، بما أنه العالم الآن أصبح عالم إلكتروني، وبنك درمان الوطني هو سيد شباب المصارف، السيارة دي يعني وصل لها بياته كيفية؟
طالما حق الجيش وسيد ما في كلام. نعم. اليوم كنت ناطر إن النشا حقته. نعم. نشا بنكي عملاق. نشا بسنونه. نعم. يعني الناس اللي أسسوه كلهم لو كانوا من مدى العموم اللي تعاقب عليه. نعم. ومن الموظفين اللي أسسوا اللي ساهموا في تأسيسه الناس كان حماسهم عالي جدا جدا يعني. بدأوا بحماس عالي ورقبة عالية جدا في إن هم يخدموا البلد ويخدموا الاقتصاد القومي ويخدموا إنسان السودان يعني. ممكن نحن من البنوك المبك أول بنك عمل صراف آلي. نعم. وهو البنك عمل محول قيود خاص بيه. وتوسعنا حقيقة كثير جدا في الخدمات التقنية كما تفضل أخونا عثمان ذكر العدد بتاع الصرافات الآلية. أنا أضيف له إنه عملنا برضو نقاط بيع عددها وصل 428 نقطة بتاع بيع. خلاص يعني بيقدم فيها يعني كثير من الخدمات التقنية يعني. عندنا خدمة بتاعت غير الخدمة بتاعت آفاق. نعم. وعندنا الخدمة بتاعت سداد الكهرباء. نعم. ودي بنسميها إمداد. وعندنا خدمة الموبايل المصرفي والإنترنت المصرفي. دي كلها خدمات تقنية بيقدمها البنك لعملائه الكرام يعني. لذلك جاء الالتزام بالتفوق. آه. ملتزمون باستدامة التفوق. آه. وبعدين أضيف للانتشار الجغرافي احنا مع 27 فريع عندنا 5 نوافذ داخل الخرطوم. ما شاء الله. وعندنا 6 نوافذ في الولايات. الميناء بس فيها 4 نافذة. نافذة دي المعني باش مستصفى صحيح. النافذة دي برضه يعني بتقدم خدمة يعني يمكن هي مرتبطة بالخدمات المصرفية ما بيكون فيها تمويل. نعم. ما خدمة ما شاملة يعني. بتاعت سحب يعني خدمة الخدمات المصرفية سحب وإيداع وفتح حسابات ويعني متعلقة بالخدمات المصرفية. جميل. بس ما فيها تمويل وباقي الخدمات الثانية اللي بيقدمها البنك. يعني في المال عندنا في المين الرئيسي في المين الجنوبي في المين الشمالي في سواكن عندنا في نيالة برضو توكيل. نعم. عندنا بالإضافة هنا في الخرطوم. نعم. 6 نافذ ذكرنا يمكن سوق العناقيد في ليبيا في أمدرمان في ليبيا. تمام. عندنا في السوق المحلي عندنا في جياد عندنا في سوق 6 والبكر حقيقة ماشي بقوة في الانتشار الجغرافي. يا سلام. ونحن يمكن نبشر الجمهور الكريم بانه متعاملين خاصة مع الوطن الوطني بانه كنا الوطني اختنا قطعة مميزة جدا جدا في قامة الصمد في مجري النيلين وطعم من يعني من اميز واجمل المواقع خرطوم. ممكن في الخرطوم ممكن يكون في العالم يعني انا مطلع عليه على مجري النيل نهر النيل الابيض والنيل الازرق والمجري يعني. صحيح. والبنكينج يعني بغرض انه بصاد انه انشاء برج ونظم مسابقة مغلقة وشاركوا فيها عدد 9 شركات استشارية من الاستشاريين ذوي الخبرة المحلية. نعم. وقدموا لنا يمكن تصاميم جميلة جدا جدا وتعودت المنافسة دي بقرض انه نحن نحصل على افضل تصميم. جميل. وقد كان الحمد لله رب العالمين اتفردت النتيجة وتم على النتيجة وحصلنا فعلا على تصميم مميز وان شاء الله لقدام يعني بتكون اضافة بيكون اضافة للشيء الموجود يعني. يا سلام. اضافة اضافة للتنمية العمرانية يعني للبلد يعني ان شاء الله. ان شاء الله. لو سمحت لي الشيخ يوسف ممكن يكون بعد الكلام ذكر اخونا. نعم. الاستاذ فيصل عن الانتشار وعن التغنية وعن الخدمات الالكترونية يمكن نضيف لذلك خدمات الكهرباء وخدمات التعليم يعني. نعم. يمكن نكون نحن من الناس الاوائل تقدمنا في خدمة الكهرباء والتعليم وخدمة افاق يعني. فكان نحن من الناس الاوائل زي ما نقول لنا قد حصبغي في هذه البنك كان هو الاول. نعم كان هو الاول في نعم. البنك ممكن يكون زي ما تحدث اخونا فيصل في انه البنك الاول البنك الكبير يعني في السودان البنك الاول في كل حاجه. نعم. في حجم راس المال في الموجودات في الانتشار الخارجي يمكن يكون طيله الفتره اللي كان فيها الحصار البنكي الحمد لله يعني ما
ما بنقول ما تأثر، لكن كان صعب، يعني كان متعامل تعامل مع المرافقين اللي هو انتشار واسع خارج السودان يعني. صعبت بصمود الجيش ما في كلام طبعا، الحمد لله رب العالمين. ان شاء الله حنتواصل ونشوف لمحه كده تاريخيه في هذا في هذه المداخله من خلال هذه الماده. متابعين ان شاء الله مشاهدينا الكرام، من خلال الكلام ده الناس تكون لقاطه كده بالاذن بتاعتها الاسئله الموجوده. كل زول يخش علينا لو فاز عنده 2000 جنيه. تابعونا. لا بد ان ارجع قليلا الى عام 93 مطلع، ذلك العام الذي صدر فيه القرار الجمهوري بانشاء بنك للقوات المسلحه. وعندما جاءت كلمه الاختيار لاسم البنك، جاءت مقترحات لبنك العزه وبنك الكرامه وبنك التنميه وغيرها من الاسماء. وعندما ذهبنا للاخ الرئيس يضع لنا مقترحا او ليؤمن على بعض المقترحات التي وردت، كان ان قال صيد الخاطر، نحن عندنا بنك الخرطوم وعندنا ام درمان العاصمه الوطنيه، لماذا لا نجعل لها اسما ببنك وصار البنك بنك ام درمان الوطني؟ ممكن تكون دي او ده ملمح تاريخي كده لتاسيس البنك والسيد رئيس الحركه الاسلاميه الحالي والوزير الماليه السابق الزبير احمد الحسن، وهو كذلك كان له اسهام في هذا البنك. ونحن حنخلي السؤال ان شاء الله مطروح للجمهور بتركيزه معنا. متواصل استاذ عثمان، لو تحدثنا عن ابرز الشخصيات اللي اسست بنك ام درمان الوطني ولها كان دور يعني في الحياة. التحيه من عبركم للرحيل الاول. نعم. الذين انشوا وبنوا هذا البنك يعني من لدن الشيخ الزبير احمد الحسن الامين العام للحركه الاسلاميه حاليا. نعم. ومن بعده اخونا احمد الفششوية، لهم التحيه جميعا، واحمد محمد موسى. نعم. والاخ عبد الرحمن حسن عبد الرحمن والاخ نجم الدين احمد عجب، الى القائد الرب حاليا دكتور عبد الحليم محمد جميل. ديل الشخصيات الذين يمكن يكون لهم القدح المعلى. نعم. وقادوا دفعه هذا البنك. نعم. طيب استاذ فيصل، في مؤسسات ساهمت معكم في تاسيس البنك وانطلاقته، تذكر منها؟ ما نذكر منها القوات المسلحه ومنظمه الشهيد، شركه شيكان، هذول هم المؤسسين للبنك والمالكين للبنك يعني. نعم. نعم. طيب نتكلم عن اليوبيل الفضي، وانتم الان بتشهدوا احتفالات وبموجبها ان شاء الله عندنا جوائز وشايفين الشعارات للمشاهدين الكرام، كده حدثنا عن الاحتفائيه دي شكرا الناس البنك ذاته بهذا الانجاز في هذه الفتره الزمنيه. حقيقه هي يعني المناسبه، مناسبه اليوبيل الفضي مناسبه عظيمه ومناسبه مشهوده، والبنك حقيقه خلال ال 25 عام يعني نعم قدم خدمات عظيمه وجليله، خدم بها الاقتصاد السوداني وخدم بها انسان السودان. و يمكن أسرة بنك ام درمان الوطني كلهم سعيدين بالمناسبة دي، ونظموا لها يعني فعاليات تليق بعظمة هذه المناسبة يعني. نعم استاذ فيصل، خلينا نكمل لو سمحت لي. معنا متصل الان على خط الهاتف، تفضل. حندخل معنا طوالي في المسابقة ان شاء الله. حاتم الامين، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك حبايب العشرة يا استاذ حاتم. يا مرحبا، الله يعطيك العافية. جاهز معانا للمسابقة بتاعتنا يا حاتم؟ والله يا رب العالمين ان شاء الله. في البداية نحب نحيي ناس بنك ام درمان الوطني على وقفتهم الجميلة والجوائز اللي تبرعوا بها للمشاهد الكريم. عندنا نحن 5 جوائز قيمتها 10,000 جنيه، كل شخص ان شاء الله حيحصل على 2000 جنيه. يلا يا فيصل يا حامد، عندنا نحن 5 أسئلة من 1 إلى 5، اختار رقم سؤال. اختار رقم 3. طيب سؤال رقم 3 بيقول كالآتي يا صديقي. طيب في اطار تمويل اي البنك لمشاريع التنميه والاعمار والبنيه التحتيه خدمه للمواطنين الكرام وربط مناطق الانتاج بمواقع الاستهلاك وموانئ الصادر، فقد مول بنك ام درمان الوطني عدد من الطرق القوميه. انا حاذكر لك منها بعد ذاك اديك تشوف هل طريق دقلي لقاوه الفوله، هل طريق القدارف دوخه القلابات الذي يربط بين السودان واثيوبيا، طريق دنقر السليم حلفة الذي يربط مع جمهورية مصر. رقم 4 كل ما ذكر صحيح، وعندك ممكن الأسئلة تتفرج على الشاشة.
ايوه تمام. يلا يعني من واحد لاربعه. من واحد لاربعه. الاول طريق كادوبلي لغاوه الفوله وربط بين ثلاثه ولايات. اثنين طريق الجداري في دوكا الجلابات يربط بين السودان واثيوبيا. ثلاثه طريق دونغلا السليم حلفا الذي يربط بين السودان ومصر. اربعه كل ما ذكر صحيح. كل ما ذكر صحيح يا زول. ان شاء الله نمشي الكنترول انت وحظك. طيب نشوف الكنترول هل الاجابه صحيحه ولا خاطئه. اجابه صحيحه يا اخونا حاتم الامين حبيب الله. ان شاء الله تكون معنا من الفائزين. حتخش معنا السحب ان شاء الله نهايه هذه الحلقه. اتمنى لك الفوز. طيب معنا منو ثاني يا شباب؟ طيب تحيه لكل الجمهور. طيب يلا نحن ان شاء الله حنجي نفرز بعدين يا شباب. فاصل وحنجي راجعين وخليكم معنا تابعوا الحلقه ان شاء الله تكونوا معنا من الفائزين. مشاهدينا الكرام مع بنكم درمان الوطني ملتزمون باستدامه التفوق. خليكم معنا. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام مجددا في هذا اللقاء الخاص. واليوم في ضيافتنا ناس بنكم درمان الوطني ملتزمون باستدامة التفوق. من قبل سيد شباب المصارف برفقتنا ضيوف كرام أستاذ فيصل محمود عبد الله مدير إدارة الخدمات الإدارية ببنكم درمان الوطني. حبابك مرة ثانية أستاذ عثمان أحمد عمر الأمين العام لجمعية القرآن الكريم بالبنك. حبابك عشرة وحباب الجمهور مرة ثانية. إن شاء الله جوائزنا حاضرة اللي بيخش علينا تلقائيا فايز. عندنا خمسة جوائز قيمة الجائزة 2000 جنيه. كل الجوائز قيمتها 10000 جنيه. ان شاء الله حظ سعيد لكل المشاركين. تستلم الجوائز من قناة طيبة من ان شاء الله يوم الثلاثاء وماشيين لقدام. اذا استاذ فيصل توقفنا في حكاية احتفال البنك باليوبيل الفضي. طبعا دي مناسبة ما سهلة بالنسبة للبنك. شنو من الفعاليات اللي صاحبت هذه المناسبة؟ من الفعاليات حقيقة اللي صاحبت المناسبة العظيمة هي مسابقة دي مستمرة ل يعني 17/10. كده المسابقه ده شكلها عشان طبعا عايز ولسه بكون شايفه وكيف عايز يشارك. يعني لكن احنا يعني مع البرنامج بنعمله معاكم هنا نفسه عاملينه في غلبات ثانيه في النيل الازرق وفي الشروق وغلاء 24 وكله فيها جوائز. لا مسابقات مستمره وحتكون لحد يوم 17 اكتوبر ان شاء الله. دي كلها فيها جوائز يعني ان شاء الله وفيها جائزه كبرى عرب اكسنت ما شاء الله. بالاضافه لانه في دوره رياضيه بمناسبه اليوبيل الفضي وفي تكريم للرعيل الاول والناس اللي اسسوا البنك والعموم اللي سبقوا ورسامي السيدات السابقين وتكريم لشخصيات قوميه ان شاء الله. بالتاكيد استاذ عثمان يعني بالتاكيد بنك الدرمان الوطني ساهم في عدد من المشاريع وتمويلها يعني بالذات في مجال البنى التحتيه. يمكن يكون زي ما تحدثنا البنك رائد في كل المجالات. ساهم مساهمة كبيرة جدا في الزراعة والصناعة والطرق والجسور والكباري والسدود وقطاع النقل ومشاريع البعد الاجتماعي يعني. نعم البنك يمكن يكون له قدح المعلى في طرق الجسور الموجوده حاليا يعني. يمكن يكون في ما في طريق الا بنك الدرمان الوطني هو ساهم فيه يعني بالذات السكه حديد والسكه الان نقله حديديه بعد ما توقف الزمن يعني من المشاريع الكبيره وشهد على ذلك القطار الجزيره يمكن يكون ده بتمويل بنك الدرمان الوطني يعني ما شاء الله. كل اهو عندنا في الصوره ده افتتاح القطار ما شاء الله. نعم والله حاجه جميله صراحه يعني. اتمنى ان شاء الله طريق النيل يمكن يكون الناس اللي ما هنايا طريق النيل طريق النيل الغربي ممكن يكون ده من برضه بتاع عبد الرحمن. نعم ده بيكون من تاسيس بنك الدرمان الوطني او تمويل من بنك الدرمان الوطني يعني. نعم ممكن ده يكون القطار والافتتاح بتاعه. اضف الى ذلك مساله البترول يعني واحد من المشاريع اللي وقف عند البنك. كذلك الصادر عبد الرحمن بارا. نعم غير من الطرق اللي ساهم فيها. نعم طريق في كسله شريفي وطرق كثيره حقت الجنبال البنك يعني. نعم استاذ فيصل احنا نبقى معك يعني دور البنك برضه في تمويل المشاريع يعني المسؤوليه الاجتماعيه شنو منها؟ يعني الحمد لله وفضله البنك يمكن عنده دور كبير جدا في تمويل مشروعات المسؤوليه الاجتماعيه يعني. نعم يعني يمكن يعني لو جينا للتمويل الاصغر حجم التمويل تم منحه بلغ 18 مليون جنيه. استفاد منه عدد 6000 مستفيد. استفاد منه عدد 6000 مستفيد. لو جينا في الجانب بتاع حصاد المياه
البنك قام بدور كبير جدا في تمويل محطات المياه، من محطة صالحة، محطة شمال بحري، محطة المنارة، ومول كثير من السدود، سد طي في جنوب توكر، سد سلالاب، وسد موج في برسودان. كنت نبقى في برسودان معانا زول من برسودان، رايك شنو صوصه؟ اهلا يا فاطمة. الله يحييك يديك العافية، تحية لك. الله يبارك فيك. يا فاطمة بدينا اسمك كامل. فاطمة حامد أحمد بابكر. يلا يا فاطمة، عندنا 5 أسئلة، اختار منها سؤال رقم 3. اختاري سؤال رقم 3 أختي. اي رقم 5. طيب طيب، السؤال الخامس يقول كالآتي: باقات وخدمة أو خدمة مصرفية صممت في بنك درمان الوطني استجابة لرغبة المجتمع في أن تقدم المصارف حلول عملية لتمويل التعليم. السؤال: ما اسم هذه الباقة؟ هل هي المرسال، أم هي إمداد، أم هي آفاق، أم هي دارس؟ الخيارات مرة أخرى. الخيارات مرة ثانية: في خدمة يعني جعل البنك إنه تساهم في تقدم حلول لعملية التعليم، الخدمة دي اسمها آفاق، ولا اسمها مرسال، ولا اسمها دارس، أم إمداد؟ يلا يا فاطمة. آفاق. آفاق. طيب نبقى مع آفاق يا أستاذ، رأيكم شنو؟ نشوف الكنترول، أنت وحظك يا فاطمة. إن شاء الله. إن شاء الله. قول يا رب. يا رب. يلا نشوف الكنترول إن شاء الله الإجابة. يلا نشوف الإجابة. إجابة صحيحة فاطمة حامد بابكر، حظ سعيد إن شاء الله لكل المشاركين. عندك 2000 جنيه إن شاء الله تستلميها من قناة طيب الفضائي من 3 وماشي لقدام. تحية لفاطمة، وإن شاء الله مساء السعادة على كل الناس اللي بيشاركونا وبحاولوا علينا الآن. محمد يوسف من مدربان، طبعا ناس مدربان دول لازم يفوزوا، مش كده يا أساس؟ مرحبا يا محمد يوسف. عليكم السلام حبابك عشرة، كيف حالك؟ بخير الحمد لله. الله يكرمك. عندك حساب في بنك مدربان ولا ما عندك؟ والله ما عندي. شد حيلك عمل حساب عشان نديك جائزة. يلا يا محمد يوسف قول الاسم كامل. محمد يوسف. محمد. محمد منو؟ محمد عبد الله. ما شاء الله، الله يحفظك، يديك العافية أستاذ محمد. عندنا 5 أسئلة، اختار منها 2 اللي هي 5 و3، الباقي لك 1 و2. واحد الله إن شاء الله. واحد الله، الله أكبر. يلا سؤال سهل إن شاء الله، ولو ركزت معانا كبير الأستاذ ده الإجابة عليه في الحلقة دي. تابع من الأول. أيوه أيوه. يلا، متى كان تأسيس بنك درمان الوطني؟ في أي عام وشهر؟ اديك الخيارات. طيب هاي الخيارات. طيب، هل في اغسطس 1991، ام في اغسطس 1992، ام في اغسطس 1993، ام في اغسطس 1994؟ والله انا اظن في اغسطس 93. متأكد؟ ان شاء الله. والله الجماعة دي حريصين انك تفوز، انت شايف التلفزيون الان؟ ايوه جماعه بنت المدرسين مغاربه كده. طيب مين كنت رايح تحزق يا حمد؟ ما كان لنا فرقه. طيب نشوف الاجابه صحيحه يا اخونا محمد يوسف، مبارك عليك 2000. تحيه لك ولناس بنك درمان اللي اسعد الناس في هذه الامسيه، وجمهور طيب ان شاء الله الناس الباقين. نحن بنحيي كل الناس اللي بتتابع. طيب في ماده جاهزه يا شباب في الكنترول، نشوف جانب من افتتاحات فروع البنك ونجي راجعين، خليكم معنا. طيب نشوف الفروع دي مكانها وين، لانه في فروع افتتحت في الولايات وفي فروع افتتحت هنا في الخرطوم. طيب نشوف الفرع ده وين يا شباب، ادونا الصوره ده وين يا اساتذه، عندكم حافظين الموقع ده؟ فرع جبرة. جبرة. نعم. جبرة قريب جديد. جبرة ده فرع جديد فتح جديد. شهرين ولا 3؟ شهر ابريل. ما شاء الله. ده من الفروع تقريبا فروع رئيسيه. لا هو فرع يعني. فرع عالي. تمام. ما شاء الله. لكن فرع جميل ما شاء الله، بقدم خدمة ممتازة. إذا ده جبرة، نشوف فرع جبرة فروع الثانية، هو ظاهر عليه فرع جبرة. نعم. الشارع الرئيسي اللي جبرة. نعم نعم. تمام. طيب ده واحد من الفروع، نحن نواصل إن شاء الله فيما انقطع من الحديث، والحديث عن تقديم أو تمويل المشاريع المعنية بالمسؤولية الاجتماعية. أستاذ عثمان نواصل في هذا الجانب. شنو المشاريع يعني مثلا عندنا؟ نرجع أستاذ فيصل، ما
عندنا مثلا شبكة الكهرباء، المؤسسات الصحية، مؤسسات تعليمية، التمويل الأصغر، ممكن ده كلها تكون داخلة. نعم. وحقيقة بالإضافة لذلك يعني يمكن في المسؤولية الاجتماعية، نعم، خاصة احنا عندنا فروع متخصصة، فروع بنت خويلد، ودي عددها 7 فروع، يمكن قاموا دور بيقوموا دور كبير جدا حقيقة في خدمة المجتمع، في انه بيدربوا اللي بيعملوا يعني دورات تدريبية اللي للمرأة والتنمية البشرية، ها، للمرأة داخلة في الخدمة في المسؤولية الاجتماعية، بيدربوا المرأة على المشروعات الصغيرة. بيجوا مدربين متخصصين وبيدربوهم وبيعلموهم، يعني بيضيفوا لهم مهارة جديدة، مهنة جديدة من خلال عشان هم يزيدوا بها دخلهم وينوعوا بها دخولهم يعني. بكي عمل فيها دورات كثيرة يعني قامت في هذا الصدد يعني. بالإضافة لأنه يعني يمكن في كل الولايات المنتشر فيها بنك مدرما الوطني بيعملوا دورات رياضية، دورات رياضية ثابتة للفرق المحلية الموجودة في الولاية المعنية، وبقوم بتمويل تمويل كامل، البنك بيتحمل التكلفة كاملة بنسبة 100%، بعمل فيها نشاط رياضي وبيخلق حيوية وبيخلق يعني نشاط في المجتمع، في المجتمع، واكيد يعني النشاط ده بيكون عنده ما بعده يعني مردود يعني بالتاكيد. اكيد يعني. رايكم شنو نشوف ماده فيها رئيس السيد رئيس الجمهوريه المشير عمر حسن احمد البشير ووزير النقل السيد مكاوي؟ نتابع هذه الماده مشاهدينا الكرام ونجيكم رادعين، وان شاء الله الاسئله حاضره لسه عندنا، ان شاء الله نفرين عندهم اي واحد 2000 جنيه لازم يشيلوها، خليكم معنا. واليوم يوم الشقة حديث التي لا يكتمل الحديث عنها إلا بإهداء الشكر الجزيل للسيد وزير المالية، والذي لا يكل ولا يمل عن الحديث عن أهمية تحديث الشقة حديث. ويمتد الشكر للبنك المركزي والمصارف التجارية، ونخص بنك مدرمان الوطني الذي مول تحديث جزء كبير من الخطوط، ومول هذا القطار بعض الاحتياجات وقطع الغيار، ويمول الآن ب100 مليون دولار القوة الساحبة والقوة الناقلة من عربات بضائع وناقلات مواد. إذا بنتكلم عن تنمية حقيقية، فالتنمية تبدأ بإعادة بناء سكة حديد، بل وتوسيع خطوطة لتشمل وتربط كل مدن السودان كما جاء في الاستراتيجية بتاعتها. نحيي أيضا الشركات الوطنية اللي الآن تأهلت وبقت تقدم خدمات في هذا المجال بصورة ممتازة جدا. نحيي البنوك والمصارف السودانية وعلى رأسها بنك مدرمان الوطني اللي بيمول مثل هذه المشروعات. قطار الجزيرة والسيد مهندس مكاوي وزير النقل، ونمشي لحل للمساهمات في العمل الاجتماعي. وانت اخونا استاذ عثمان مسؤول الجمعية في البنك، كده حدثنا عن نشاط البنك ومساهماته في تمويل هذه النشاطات. تحية عبركم ل كل العاملين بنك مدرمان الوطني. نعم. وفاتنا ان احييهم واهنيهم بهذا الانجاز. بهذا الانجاز الكبير. نعم. العظيم اللي هو بيل الفضي يعني. نعم. ممكن يكون جمعية القرآن الكريم بنك مدرمان الوطني تأسست بتأسيس البنك يعني. مصاحبة طبعا. وده يرجع نعم مصاحبة للافتتاح وللتأسيس يعني، وده يرجع للفضل للإخوة الأوائل الرعيل الأول. نعم. الذين يعني اشرفوا على تاسيس الجمعيه وبناها وبناء هياكلها، وضعوا الخطه ووضعوا اللبنه الاساسيه لانطلاقه الجمعيه يعني. نعم. فيمكن يكون الجمعيه لها دور كبير وسط العاملين. و يعني في الاهتمام بكتاب الله تلاوه وحفظا وتجويدا، يا سلام، والخلق المصرف الشامل الفقيه، وكمان امتدت يعني يمكن مشاريع الجمعية إلى خارج البنك للناس المجاورين وللخلاوة والإفطارات والمساجد الثلاثة بولاية الخرطوم يعني، مسجد الخرطوم الكبير ومسجد بحري ومسجد مدرمان الكبير يعني. حتى في مشروع الكسوة وخدمة أسر الشهداء، لذلك ممكن يكون في بعض المشاريع زي ما قلنا. نعم. اللهم لا منن ولا أذى يعني. نعم. لكفالة الأيتام، وعندنا مشروع ثابت مش في جمعية القرآن الكريم، وهو بنجمع مساهمات قيمة من الإخوة العاملين للبنك، بالإضافة للدعم المقدر من إدارة البنك، وده بالتنسيق مع بعض الجهات الخارجية المنظمات
في كفالة للأيتام سنوية كسوة بتكون في الغالب في الأيام العشر الأواخر من شهر رمضان يعني. بالتأكيد. طيب أستاذ عثمان نستأذنك نأخذ أخوتنا محاسن. السلام عليكم يا محاسن. مرحبا بك، الله يديك العافية. دي اسم كامل يا محاسن، حبابك عشر في هذا اللقاء الخاص بضيافة بنك الترمال الوطني. محاسن عبد القادر محمد. عبد القادر محمد، من وين يا محاسن؟ من المعمورة. المعمورة، حبابك عشر يا محاسن، يديك العافية. جاهزة للأسئلة؟ جاهزة. يلا، عندنا الأسئلة اللي ما اختاروها، عندنا السؤال رقم 2 و4 يا محاسن. رقم 2. طيب السؤال رقم 2 يا اخوتنا محاسن بيقول كالآتي: ضمن خطة البنك في الانتشار والتوسع، فقد أنشأ بنك الترمال الوطني فرعا خاصا لخدمة المرأة، وأنت جزء من كيان المرأة، تفرع لعدة 7 نوافذ بعدد من الفروع، وذلك لتيسير الوصول لقطاعات المرأة وتوصيل خدماته المصرفية لها حيث ما كانت. السؤال طبعا الخدمة كلها للمرأة. السؤال: ما هو الاسم الذي أطلقه البنك على هذه النوافذ من ضمن الخيارات التالية؟ وقبل شوية أستاذ فيصل ذكرها، هل هي نوافذ خولة بنت الأزور، أم هي نوافذ رابعة العدوية، أم هي نوافذ بنت خويلد، أم هي نوافذ ذات النطاقين؟ يلا يا محاسن. عايزة مساعدة. نعم، مساعدة. عايزة مساعدة. طيب نحن عايزين مساعدة، أنا قلت لك مساعدة من أخونا قبل أستاذ فيصل ذكر الحكاية دي، لكن أنا أحذف لك خولة بنت الأزور وأحذف لك ذات النطاقين، الباقي لك نوافذ رابعة العدوية ونوافذ بنت خويلد. بس أنا معاك يا محاسن، عندك رابعة وبنت خويلد، وين فيهم؟ أول امرأة قالت له والله لم يخزيك الله، لها بيت من قصب في الجنة، لا فيه صخب ولا لا صخب ولا نصب. نعم، مساعدة لك. أول دور احتوى النبي صلى الله عليه وسلم بنت خويلد. بنت خويلد متأكدة؟ لا سندرمان درمان قصر، لكن نشوف الكنترول هل الإجابة صحيحة ولا لا. أخوتنا محاسن إجابة صحيحة، مبارك عليك أخوتنا محاسن، ديك العافية. عندك 2000 جنيه مقدمة من بنك الترمال الوطني، إن شاء الله تستمعها من طيبة من الثلاثة وماشي لفوق. تحية لمحاسن وكل الناس الفائزين، حيكون الباقي لنا مشارك واحد في هذه الحلقة. أنا برجع لك مرة ثانية أستاذ فيصل والحديث عن المساهمات في تمويل المشاريع الاجتماعية، لكن بعد ما نشوف المحطة دي ونجي راجعين. مشاهدينا الكرام، نتابع هذه المحطة، من ثم نعود إليكم والحلقة برعاية بنك الترمال الوطني. خليكم معنا. الله لهذا هذه النافذة أن تنضم لمنظومة فروع ونوافذ بنك الترمال الوطني، وأن تقدم خدماتها المتطورة في مجال التقنية المصرفية، وفي مجال تقديم خدمات التمويل الأصغر والتمويل الصغير والتمويل ذو البعد الاجتماعي لكل جمهور المتعاملين، وإن شاء الله سيجد جمهور المتعاملين بهذه المنطقة خدمات تقنية متطورة مصرفية. طيب مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في هذا اللقاء الخاص برعاية بنك الترمال الوطني، ملتزمون باستدامة التفوق، وحلقة إن شاء الله برعاية هذا البنك، وفيها 5 جوائز. قيمة هذه الجوائز 10,000 جنيه، أي زول خش علينا إن شاء الله عنده 2,000 جنيه، خشوا علينا 4 أشخاص، الباقي شخص واحد يشيد حلو، خش علينا إن شاء الله يكون بين الفائزين. أستاذ فيصل، من ضمن يعني دور البنك في تمويل مشاريع المسؤولية الاجتماعية، تكلمنا نحن الكهرباء ما ذكرناها والجانب الصحي وكذلك المؤسسات التعليمية، شنو المناشط اللي قام بها البنك؟ يعني حقيقة يعني البنك يمكن قام بدور كبير جدا في تمويل قطاع الكهرباء وفي تمويل قطاع التعليم. نعم، يعني كخدمة للمجتمع اللي هو تم ذكر خدمة أنفاق، ودي بتيجي في طور المسؤولية الاجتماعية اللي هي اللي يعني الخدمة دي مستهدفين بها الناس ما قادرين يدفعوا الرسوم كاملة، يعني من أو عندهم محتاجين لمساعدة إعانة في يدفعوا الرسوم، فالبنك بيقوم بيديها لهم بمدة بتاع السنة بهامش ربح يعني معقول، بيقسط لهم بأقساط معقولة. نعم. وبضمان بتاعة شيكات وبضمان بتاع مرتبات،
وباقساط ميسره، ودي كنا عاند يعني عدد كبير جدا من الناس في انهم وفرت لهم سبل التعليم المتيسر ان شاء الله. في الشغل بتاع الكهرباء يمكن في كل فروعنا بالولايات المنتشره في السودان يعني برضو يعني مولنا يعني عبر برضو بطرق ميسره، يعني يمكن عبر لجان شعبيه كمان او لجان مجتمعيه يقوموا يعني يكون في حي معين داري يوصل الكهرباء ويجوا يقدموا للبنك والبنك يستجيب للطلب حقهم ويعني ويقوم هنا ويمول طول الأعمدة والضغط العالي والقصة دي وقاعد توصل يعني قاعد تقدم خدمة كبيرة لكثير من الأحياء. الخدمة دي لا زالت موجودة أستاذ فيصل؟ لا زالت موجودة وبيشاركوا فيها ناس الحي كلهم، بيجيبوا غايمة وزعاب عليهم باقساط يعني ميسرة وبسيطة، يمكن كان في متوسطة يعني في البحر الأحمر أنا شاهد عليها شاهد عيان عليها المتوسط ما تجاوز للزول 70 جنيه اللي هو 70 ألف بالقديم يعني في الشهر كقصد. في الشهر كقصد نعم. والناس استفادوا منها في النهاية، وصلت الكهرباء وصلت الثلاجة وصل النور وحياته بعد ذلك يعني بفوائد الكثيرة يعني. طيب حنجي نواصل إن شاء الله أستاذ عثمان والأستاذ فيصل كذلك، لكن نشوف المحطة دي واحدة من الافتتاحات تتابع على المجرى اليوم. نحن نقول ان شاء الله باب يسع كل تجار السوق المحلي باذن الله، سيجدون كل الخدمات ان شاء الله الرجال الاعمال الكبار والصغار كل الخدمات، وبالذات في هذه الايام هنالك يعني توجه من الدوله الى الخدمات الفاينتك اللي هو الخدمات التقنيه الماليه ونن كاش بيمنت اللي هي وسائل الدفع غير الالكترونيه، فان شاء الله كل هذا يجدوه في بنك الوطني. تم الخميس الماضي افتتاح كذلك موقعنا بسوق 6 بالحي يوسف، وهذه تمثل سيسا من انتشار البنك الذي بدأ منذ العام 2016 والعام 2017، وهذا العام حيث تم فيه عدد من الفروع، وهذه السياسة الآن أدت لمضاعف عدد الفروع، وهذا الانتشار بعد أن تربع بنك الضمان الوطني على عرش وصدارة البنوك في السودان، وذلك لحجم وجوداته ولمحفظته التمويلية التي يعني غطت كثير من المتعاملين سواء كان في القطاع العام أو الخاص. وحقيقة يعني انتشار البنك له مغزاه، ولعلنا كذلك يعني بالتوازي يتم الانتشار عبر الانتشار التقني والذي يمثل حضارة اليوم عدم التعامل بالنقد. كذلك تولى البنك الدفع بنقاط البيع، كذلك وسائل الدفع الإلكترونية المتعددة. نخش علينا واحد من المتصلين إن شاء الله ويكون معنا بالفائزين بالتأكيد. أستاذ عثمان، لو رجعنا لدور مساهمة البنك في جامعة القرآن الكريم وعلاقته بالمصحف الشريف بعد ما ناخذ صفية ونجي نختم بها ان شاء الله، نختم بكتاب الله. مرحبا يا صفية. مرحب. الله يديك العافية، كيف حالك؟ الله يسلمك. يلا يا صفية ادينا اسمك كامل ومتصلة من وين؟ صفية علي احمد جلال الدين. صفية علي احمد جلال الدين. حبابك من وين يا صفية؟ من العيلفون. العيلفون حبابك والله. ها جاهز للسؤال؟ ايوه. انا هساعدك ان شاء الله باذن الله. في كمية من المدراء بالنسبة لضيق الزمن اتعاقبوا على بنك درمان الوطني، هم تقريبا 6 مدراء، انا حاديك اسمين ما حقيقيات وفي اسم واحد حيكون حقيقي. كويس، انت اختاري لنا الاسم الحقيقي من بين الثلاثة اسامي، هل احمد محمد طاهر ولا الزبير احمد الحسن ام علي محمد احمد؟ واحد من والله خلينا الزبير. الزبير متأكدة؟ نحن نخليك مع الزبير، رأيك شنو؟ والله ما عندك. الله يديك العافية. الزبير أحمد حسن تقريبا هو أول رئيس لهذا البنك وأول مدير عام لك. التحية يا أختنا صفية، ومبارك عليك 2000 جنيه مقدم من بنك درمان الوطني، لك التحية. ونحن سعيدين اليوم بناس بنك درمان الوطني وزعوا 10000 جنيه للمشاهدين الكرام في هذه الحلقة الخفيفة التي جاءت برعاية البنك. نمشي للأستاذ عثمان ونختم بكتاب الله سبحانه وتعالى مساهمة البنك في طباعة المصحف الشريف. إضافة لما ذكرناه من
من المشاريع الأساسية من أهداف جمعية القرآن الكريم نعم. المساهمة في طباعة المصحف الشريف نعم. وده بشراكة ذكية مع الإخوة في دار مصحف أفريقيا، من هنا أسمح لي أن أحييهم نعم. أنه بمبادرة من منهم وبمساعدة الإخوة في جمعية القرآن الكريم لهم التحية، انه عملنا استقطاعات من الاخوه العاملين ببنك الدرما الوطني، وان شاء الله الاستقطاعات دي بتساهم مباشره في طباعه المصحف الشريف شهريه، حاجه شهريه دوريه يعني، اضافه لكفاله الايتام يعني. يمكن يكون الجمعيه زي ما قلنا مشاريع كبيره جدا، وفيها في مشاريع في حاجات شهريه دوريه بتستقطع بتمشي لكفاله الايتام يعني. نعم. طيب استاذ عثمان، لك التحيه. عثمان احمد عمر، المدير العام لجمعيه القران الكريم بالبنك، شكرا جزيلا لك. أستاذ فيصل، لك التحية. أريدك في كلمة أخيرة، ونحن محتفلين باليوبيل الفضي لهذا البنك، رسالة أخيرة. رغم عبركم رسل التحية لكل الأخوة العاملين ببنك الدرما الوطني، إدارة عليا وموظفين وعمال نعم. والتحية لكل عملائنا الكرام المتعاملين معنا في البنك، ونقول لهم نحن عند على العهد إن شاء الله، جاهزين جاهزية تامة لإرضاكم والاستجابة السريعة لطموحاتكم وأمالكم، وبنك الدرما إن شاء الله على العهد وجاهزين جاهزية تامة نعم. ومرحب بكم، ونحن سعداء بكم، والبنك بنككم، ونحن إن شاء الله ملتزمين بإسلام التفوق نعم. وعلى العهد كان نحن سيشوى المصارف ان شاء الله الى نلقى الله نحن على هذا العهد ان شاء الله. شكرا لله ناس بنك الدرما الوطني، كثر خيركم على هذه الحلقه الرائعه وهذه الرعايه الكريمه وهذه الشراكه الطيبه مع قناه طيب الفضائيين، صراحه سعيدين بها. انا باسم المؤسسه اشكركم على هذه الشراكه الذكيه والطيبه المباركه، ودائما انتم في خدمه ان شاء الله الوطن وكل من يقدم المنفعه للوطن. شكرا استاذ فيصل، شكرا استاذ عثمان، تحيه لك. شكرا لك، سعدنا كثير يعني باللقاء. شكرا استاذ عثمان، الله يحييك. نحن خلونا في الختام كده نقول اذكر الناس الفائزين دي، طبعا ينزل 2000 جنيه يا جماعه، ان شاء الله يستلموا. بال مع تفضل يا استاذ عثمان، انه يا ريت انه الناس الفائزين دي كلهم يجوا يفتحوا حسابات في بنك الدرما الوطني، ان شاء الله حيلقوا الخدمات اللي احنا ذكرناها، كان كهرباء وتعليم و ينتفعوا منها، وان شاء الله ينتفعوا منها. الحساب فتحه مجاني ان شاء الله، ما فيه اي رسوم، ما عليه الا يحضر البطاقه الشخصيه او الرقم الوطني تمام. شكرا استاذ عثمان، كثر خيرك. شكرا استاذ فيصل محمود عبد الله، مدير اداره الخدمات، كثر خيرك. جزاك الله خير، كثر خيرك. شكرا لك يا جميل. ونحن نذكر بالفائزين فاطمه حامد احمد بابكر، عندك 2000 جنيه، مبارك يا فاطمه، عندك 2000 جنيه. كل الناس اللي خشت علينا عندها 2000 جنيه. حاتم الامين حبيب الله برضه 2000 جنيه، مبارك يا حاتم. طيب بنوت علي من الفائزين، نذكر به مره ثانيه. عندنا طيب علي احمد جلال، حاتم ذكرناه نحن نعم. صفيه، علي احمد جلال، صفيه، مبارك يا صفيه. وعندنا كذلك محمد يوسف، محمد عبد الله، له التحية، عمر محمد. وكذلك من الفائزين أحبابنا المشاهدين الكرام اللي عنده 2000 جنيه برضو، محاسن عبد القادر محمد من المعمورة، تسلم إن شاء الله الجوائز من يوم الثلاثاء، وثلاثة يوم لقدام إن شاء الله بعد الثلاثاء. شكرا ناس بنكم درمان البطل، بعدين ما تنسوا تقسم لنا معاكم. مشاهدي الكرام، شكرا على حسن المتابعة، ودائما إن شاء الله بنكم درمان الوطني ملتزمون باستدامة التفوق، لحد ما ألاقيكم في لقاء خاص آخر. لذلك من الحين تحياتي وفريق العمل، في أمان الله. جزاك الله.